على مدار الأيام اللي فاتت شفنا تغيير في مواقف بعض الدول الأوروبية والغربية تجاه القضية الفلسطينية، وآخرهم تصريح الخارجية الإسبانية بتأييد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المدى القريب. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية. صباح الخيرات عليك يا دكتور. صباح النور دكتور محمد. دكتور محسن، يعني بداية، أبرز الدول اللي قررت التحول في موقفها الداعم للاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر إلى الانحياز بعض الشيء إلى الجانب الفلسطيني، يعني لعل في مقدمة هذه الدول إسبانيا. كان في تصريحات مهمة حتى على لسان بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني بالدعوة لوقف القتل الأعمى للفلسطينيين. بتحلل أو شايف من الموقف الإسباني من الأزمة الدائرة في غزة إزاي؟ أولا صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بالتأكيد طبعا في بعض التغيرات في مواقف بعض الدول الأوروبية، لا سيما الحكومات اللي ليها نوعا ما نزعة يسارية نوعا ما، إلى جانب بعض الحكومات الأخرى يعني ذات الاتجاهات المتعددة، وده بصراحة ما جاش إلا بجهود دبلوماسية مصرية رقم واحد وعربية مكثفة لإقناع الدول دي إن مصالحها مع العالم العربي في خطر. وبالمناسبة نفس الكلام حصل مع الرئيس ماكرون، هناك تغير كبير جدا في اللهجة الفرنسية اتجاه الأحداث بعد أول أسبوع، يعني أول أسبوع شيء وبعد ذلك اتجهت فرنسا إلى اتخاذ مواقف أكثر يعني إنصافا نوعا ما إلى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ده ما جاش إلا بجهود مصرية دبلوماسية مصرية. الوزير سامح شكري قام بجهد ضخم جدا جدا في العواصم الأوروبية لإقناع الدول الأوروبية بشكل براجماتي إن مصالحها مع العالم العربي في خطر بعد الدعم الأعمى لإسرائيل، طبعا الدعم الظالم لإسرائيل بعد عمليات طبعا 7 أكتوبر. رأيي الشخصي إن كمان اللجنة الوزارية المشكلة أو المنبثق عن القمة العربية الإسلامية اللي هي لفت تقريبا بقى حاليا بتلف العالم، واحد الأول الصين ثم روسيا ثم بريطانيا أمس والتقت وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، قامت برضه بجهد كبير جدا جدا. وحضرتك اسمح لي يعني اذهب بيك سريعا الى دوائر صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه نفسها. يعني امبارح واول امبارح في دراسات وتقديرات موقف بتقول ان الموقف الامريكي الداعم لاسرائيل افقدها 90% من سمعتها لصالح اعدائها. طبعا ده فيما يتعلق بعلاقاتها مع العالم العربي. ده جه من خلال حملة المقاطعات للمنتجات الأمريكية وللماركات الأمريكية في أغلب الدول العربية، وده ما جاش يعني على حساب شيء إلا على حساب إن كل رصيد بناته الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم العربي في خلال 70 عام الماضية ذهب بكل بساطة إلى أعداء أمريكا. طبعا ده من وجهة نظر الكتاب والباحثين والمفكرين الأمريكيين، جه على حساب إن العالم العربي بدأ يتجه إلى يعني نوعا ما الجانب الاخر العدو من وجهه نظرهم لامريكا وهم روسيا والصين. فبالتالي الوضع الان يشير الى ان الجهود المصريه والعربيه الدبلوماسيه هي التي ادت الى هذه النتيجه. طيب دكتور، احنا شايفين مظاهرات في اماكن مختلفه، يعني كان في مظاهرات رافضه للعدوان الاسرائيلي والهجوم الاسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين، هل ده ساعد وده اثر في تحول اراء بعض الحكومات؟ هو طبعا ساعد بالتاكيد لا جدال في ذلك، رغم وجود مسؤولين في منتهى التطرف في الحكومات الغربيه. راينا مثلا وزيره الداخليه البريطانيه كانت شخصيه في منتهى التطرف. لذلك بريطانيا عشان يعني تحمي عشان تحمي مصالحها نوعا ما اقالت وزيره الداخليه البريطانيه. فبالتالي الوضع في الشوارع الاوروبيه، خدي بالك من نقطه اللي حصل في ال 47 او 48 يوم اللي فاتت، يعني تقريبا لم يحدث في التاريخ. معظم الخبراء العسكريين قالوا بكل صراحه ان نوعيه وحجم القنابل التي القيت على غزه لم تحدث حتى في الحرب العالميه الثانيه. فبالتالي الضمير الانساني في كل العواصم ادى الى هذا النوع من نوعا ما تغيير المواقف الاوروبيه. طبعا كلنا عارفين ان اوروبا والدول الغربيه عندها نزعه براجماتيه، فرأيت ان مصالحها في خطر مع العالم العربي بسبب دعمها الاعمى لاسرائيل. دكتور محسن، يعني اليوم في مع الساعه 7 صباحا بدا سريان وتنفيذ الهدنه في قطاع غزه لمده 4 ايام برعايه مصريه قطريه امريكيه.
برأي حضرتك فرص صمود هذه الهدنة، وهل هي خطوة لإقرار هدن جديدة وصولا لوقف إطلاق النار في غزة؟ طيب حضرتك اسمح لي أقول ثلاث نقط في منتهى السرعة في هذا الموضوع. طب. أول حاجة إن هذه الهدنة لم تأتي إلا من أن مصر استخدمت كل خبراتها التاريخية كوسيط ضامن نزيه للقضية الفلسطينية وقراعي كبير في الإقليم لهذه القضية، ده رقم واحد. رقم اثنين إن هذه الهدنة بالفعل كما في كل الخبرات الأخيرة، خبرات 2018 و14 و12 و9، كل الخبرات في الأعوام الأخيرة تشير إلى أن هدنة مؤقتة تعني أنها ستلحق بها هدن أخرى ومن ثم وقف إطلاق النار. دي ثاني نقطة. ثالث نقطة والمهمة إن هذه الهدنة هي نجاح شامل ولا غبار فيه للإرادة المصرية والأردنية والعربية وطبعا الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفضه التهجير القسري من أرضه إلى أراضي أخرى. لماذا؟ لأن كل التقارير الإسرائيلية التي طلعت عليها شخصيا، التقارير التي بثتها معاريف وإذاعات أحرانوت، تقول إن حكومة نتنياهو قبلت كل الشروط التي أقرتها فصائل المقاومة صحيح. في غزة. ومن يقبل الشروط معنى ذلك أنه خاسر على الأرض صحيح. وهناك قاعدة في الاستراتيجية، طبعا قاعدة شهيرة لكلاوسفيت، تقول إن ما لا يمكن أن تحصل عليه بالحرب لا يمكن أن تحصل عليه بالسياسة. هذه قاعدة. فبالتالي الجهود المصرية فعلت ماذا يا أستاذ دكتور محمد؟ للمرة الأولى منذ الاجتياح البري تسمح إسرائيل بأن تدخل المواد الغذائية إلى كل القطاع بما في ذلك شمال القطاع اللي هو أصلا يجري فيه الاجتياح البري، والآليات الإسرائيلية موجودة في شمال القطاع. شمال القطاع يعني إيه؟ يعني محافظة شمال غزة ومحافظة غزة، ثم نأتي بعد ذلك بقى إلى محافظة الوسطى، ثم خان يونس، وأخيرا رفح. فبالتالي الجهود المصرية، الخبرة المصرية، صمود الشعب الفلسطيني واستيعابه أن هدف إسرائيل هي عملية ترانسفير أخرى أو نكبة جديدة على غرار نكبة 48 هو الذي أدى إلى هذا الانكسار الإسرائيلي، انكسار الرغبة أو الإرادة العسكرية الإسرائيلية على الأرض يتبعها انكسار على المستوى السياسي. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية، كل الشكر لحضرتك.